تتمتع شجرة الكينة بتسميتها بعدة أسماء، منها اليوكاليبتوس أو الأوكاليبتوس أو كاليبتوس. أما في سوريا ولبنان فتسمى الكينة، وفي مصر الكافور. تنتمي شجرة الكينة للفصيلة الآسية، وموطنها الأصلي أستراليا، ما يعود أصلها أيضاً لجبال الأنديز في الغابات الاستوائية بغرب أمريكا الجنوبية، وهناك أنواع منها وجدت في جامايكا وأمريكا الوسطى وفي جنوب المحيط الأطلسي. تعتبر شجرة الكينة من أطول الأشجار في العالم، ذات الخشب الصلب والقاسي، حيث يصل ارتفاع بعض أنواعها إلى 100 متر. يزرع في المناطق المرورية والأراضي البعلية وفي الشوارع والحدائق العامة والمنتزهات، وتتميز أنواعها باستخدامها في الطب التقليدي لما تحتويه من خصائص علاجية كثيرة ومتعددة. زهرها من الزهور المفضلة للنحل، لذلك يعمد منتجو العسل إلى إنشاء مناحلهم بالقرب من أماكن وجود أشجار الكينة. يحتوي نبات الكينة على زيوت طيارة مسكنة للألم ومضادة للالتهاب، كما أن لحاء الشجرة هو مصدر للكثير من الحموض والقلويات. كما تفيد الكينة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وتحسين عملية التنفس. أما موضعياً فيساعد منقوع أوراق الكينة أو زيتها في علاج التهابات البشرة ومشكلتها الصحية، وذلك لقدرته على إزالة الحبوب والبثور وتنظيف البشرة وزيادة إشراقتها. كذلك تستخدم الكينة للحفاظ على صحة الفم كتسوس الأسنان والتهابات اللثة ونزيفها وتسكين آلام الأسنان، وتدخل في صناعة الكثير من معجين الأسنان ومطهرات الفم. ويفيد زيت الكينة أيضاً في تطهير الجروح والقروح الجلدية والحروق، كما أنه فعال لتطهير أماكن لدغات الحشرات وإيقاف أثر سمومها.